بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ست البيت. وست البيت اليوم من منطقة السلمة الكبابيش، تحديدا في مربع 2. نحن واقفين أمام منزل الخالة ريسة محي الدين، واليوم نتحدث عن التخطيط السليم لوقتنا ونحدد أولوياتنا كيف، خاصة نحن كنساء سودانيات عندنا كثير من المجاملات وعاداتنا وتقاليدنا بتفرض علينا أنه نكون دائما خارج المنزل لمجاملة الآخرين. كيف نخطط لحياتنا التخطيط السليم عشان في النهاية نكون مستقرين في بيوتنا؟ أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وإلى حلقة اليوم. السلام عليكم، كيفي خاله ريسة؟ ان شاء الله بخير، تسلمي. ان شاء الله كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير، تسلمي. كيف صحتك؟ ان شاء الله طيبين، تسلمي. الله يبارك فيك. اصل الفكره ما تسبح بواقع الاسره. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بغنات طيبه وبنيتنا ندى. اهلا بك كثير ريسة محي الدين، ومرحب كثير بسميحة حمدين ورويدة محمد. سعيدين كثير اليوم نكون في منزلكم العامر. استاذة ريسة، وواحدة من خطوات النجاح وعشان الانسان ينجح في حياته لابد من انه يخطط التخطيط السليم. التخطيط السليم هو كيف نستثمر الوقت وكيف نقسم اوقاتنا، خاصة للمرأة السودانية في ظل المجاملات والعادات والتقاليد الكثيرة في مجتمعنا السوداني. نبدأ من عندك خالة ريسة ونتكلم عن أولويات المرأة السودانية في بيتها، سواء كانت بتدرس أو عاملة أو حتى ربت منزل. يعني والله أنا بشوف أنه أولويات المرأة السودانية بيتها في المقام الأول، بيتها، أطفالها، زوجها، متطلبات الأطفال، متطلبات الزوج، يعني البيت متطلباتها كثيرة، من يعني حاجات حتى يعني مثلا المرأة العبء الكثير بتتحملها، لأنه هي بيعتبرها الرئيسة وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد وكل شيء. صحيح. ولازم هي ترتب حياتها ويكون عندها أولويات في حياتها في بيتها، لأنه زي ما قلت تفاصيل بيوتنا السودانية كثيرة شديد. نحن ما زي غيرنا في الشعوب، يعني الشعوب الثانية بنختلف في حياة كثيرة. حتى يعني أكثر ما يميزنا برضو الضيوف، يعني ما في بيت سوداني بيخلى من الضيوف. يعني لابد أن يكون عندك ضيوف بيجوكي بصورة مستمرة، فبالتالي دي ذاتها بتديك تكاليف زايدة على أعباء أسرتك الأصلا أنت بتقومي بها. لكن كثير من الناس يا رويدة بيشتكوا من حتة انه ما قادرين يوفقوا ما بين البيت وما بين المجاملات والسوالف والطلعة الكثيرة، فكيف المرأة تكون حريصة علينا توفق بيناتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عليه الصلاة والسلام. نرحب بأسرة غانا الطيبة وبالأخوة منى. فعلا كلامك صحيح، طبعا حاجة صعبة، لكن الواحدة لو ما تكون مرتبة في البيت فبتقدر تقدر أي حاجة، يعني بتقدر تعمل الشيء اللي هي شايفاه، يعني حتى لو صعب بالنسبه لها تقدر تواصل يعني في يوم عادي. لكن بس هي تكون مرتبه من الصبح كده، من الصباح انا اكون عارفه نفسي عايزه اعمل شنو، حخلي شنو اللي اعمل شنو. طبعا بعد الحاجات في البيت ثاني يوم حتكون في مجاملات، فكده الواحده لما تكون مرتبه من الصباح ده يا رويدة ممكن يكون ترتيب قصير المدى، لانه انت في يومك ذاته من الصباح رتبتي. لكن ما ممكن نحن نرتب حياتنا قبل اسبوع، ما نقول شهر، يعني ما الاقدار ما معروف بس شنو خلال الشهر. لكن ممكن من الجمعه او من بدايه الاسبوع، مثلا يوم السبت انت تكوني عارفه باقي اسبوعك ده ايام مقسماها ما بين انك ماشيه مثلا تجيبي حاجات بيتك، ماشيه تزوري والديكي، عندي مجامله في الحته الفلانيه مثلا برا منطقتكم دي، عايز تمشي بدون ما عايز تمشي بحري، يعني كده. فعلا لو خططت مثلا الاسبوع، الاسبوع كمان ما معروف الحاجه بتحصل شنو ظروف، لكن الواحده لو بقت مرتبه عارفه نفسك انت تقدر تعمل شنو فبتقدر تواصلي، بتقدر تمشي حياتك عادي، يعني ما في مشكله. كان طبعا شويه كده بس المجاملات والحتات البعيده وكل زول بعيد من الثاني دي حاجه صعبه شويه، يعني بتلخبط لك حياتك فعلا من خلال تجربه انت تكوني عايشه. عندك عيال في البيت، عندك شغل في البيت، عندك كده، فيعني لما تمشي مشوارك وتجي تلقى اليوم صح
صراحة انتهى يعني. لكن الواحدة تجي حياتك جاطط وتجي آخر اليوم تقولي مزعوجة مزعوجة وتقولي أنا من الصباح الليلة ومن مبارك مخطط الليلة كنت عايز أعمل كده لكن المشوار اضطر علي ده فجأة بوز لي حاجاتي كلها. خاصة هنا في القرطبي يعني لو داخل لي مشوار يومك خلاص يعني الشواري يعني الطلعة صعبة صراحة يعني مع العيال مع المدرسة المذاكرة كذا تكوني مضيوفة مثلا في البيت وبعد كذا عايزة تطلع إلى أيام اللي برا فهي مع المشاريع بعيدة ومرات لكن في نفس الوقت حاجة حلوة يعني زي يطلع كذا ويشوف الناس وحاجة حلوة تغيير يعني. التخطيط في الميزانية ده نحن حنجي عليه بعد شوية طبعا لا الميزانية ده راجلت الميزانية دي نحن حنرجع لها تاني. خلينا نشوف سميحة وسميحة عندي تجربة في الغربة ودائما البيجو من غربة بقول لك نحن برا بنخطط لزمننا كويس وقادرين نوفق ما بين بيوتنا وما بين شغلنا وما بين حياتنا كلها فما عندنا صعوبة لكن البلد دي فيها فوضى الناس بيقولوا لك يعني هنا ستات البيجو المغتربات دل بيقول لك يا أخي ست البيت دي هنا المرأة قاعدة في البيت ما بتكون مرتبة حالها فأنت تجربتك كانت كيف وتخطيطك كان للوقت كيف يعني والاستفادة منه. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد السلام. صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بقناة طيبة والأخت ندى فعلا يعني في عبء كثير جدا على الوحدة يعني وخاصة اللي بتكون يعني مرة موظفة بيكون على ضغوط كثيرة يعني إما هي عايز توفق بين بيتها وبين شغلها تكون إنسانة منظمة وحريصة على زوجها وأولادها وبيتها وفي نفس الوقت عايزة كمان تجامل تستقبل ضيوفها فهي كمان المرة الموظفة بتكون شنو يعني الإحساس اللي عندها بتكون تنظم وقتها وبيتها يعني ما عايز عشان تقدر توفق أيوة ما عايز تقصر يعني عدم التقصير ده بديها اجتهادها في عدم التقصير بديها نتائج أفضل دائما أيوة تنظم وقتها أكثر يعني فهو ما في واحدة ترضى كنت برا السودان كنت بتخطط للوقت خط سليم قبل يوم أو قبل يومين أيوة مثلا بتقولي أيوة أنا بكرة عايز أعمل بالميسة كده بعد ما أجي راجع من شغلي صحيح ولا كانت المسألة بالنسبة لك مفتوحة زي هنا لا ما مفتوحة يعني بالنسبة لي يعني كان الدوام من الساعة 7 لأربعة مساء فنحن نجي نطبخ بالليل ولو عندك غسيل برضو بتعملي في مثلا يوم أو آخر الأسبوع بتخلي يعني حياتك تكون منظمة يعني بتخططي وتطبخي وكده بالليل وعندك أيام مثلا بتقولي يوم السبت ده داير أعمل كده يوم الأحد داير أعمل كده أيوة. يعني عندك أيام ثابتة ثوابت مثلا يوم الطبيخ يوم الغسيل يوم الغسيل ترتيب البيت يوم المذاكرة أيوة. مع العيال في يوم تضعي للزيارات حتى يعني مثلا تضع اليوم ده للزيارات تطلعي شوية تنفسي وكده البيت تفضلي في حاجة طبعا يعني يمكن شوية احنا يعني عشنا الدور ده فيعني حتى هناك الطلعات بتكون بالمواعيد بتتصل تلفون صح تشوف ناس البيت قاعدين انا اللي بدي امشي اليوم او انتوا جايين كده وبيكون معروف يعني الخميس الجمعه دول ايام الزيارات بيتصلوا تلفون قبل ما يجوا دي حاجه حلوه لكن عندنا هنا طبعا ما في موجوده لا طبعا انت ما بتصير الناس ما بتتقبل الحاجه دي يعني مثلا اضرب تلفون عشان يضربوا لي يقولوا لي احنا جايين لك او انا اضرب يعني في ناس كثير ما بتحبوا الحاجه دي يعني ايوه صح لكن بنفس يعني في نفس الوقت بتكون حاجه حلوه يعني بتديك نفسك ايوه على فكره حتى الزول اللي انت الزول اللي انت ماشيه تزوريه لو ما موجوده الحاجه دي واذا انت جيتي فجاه ضيفه لناس بعيالي ممكن تلخبط عليهم هم ذات الاولويات حاجاته لانه ناس البيت او ست البيت دي بكون عندها مثلا مش عندها حاجاتها دايره تعملها في البيت فبطلت حاجاتها دي وانشغلت بيتي انت أيوة وبضيافتك وبعيالك اذا هي عندها مشوار بطلت مشوارها وقعدت معاكي في نهايه الحاجه بتشوف انه يعني انا حاجاتي ما عملتها وكذا لكن وفي حاجه يعني مثلا لما تضرب لي تليفون انا بكون مهيئه بكون يعني عامله كل حاجه مرتبه بيتي كذا صحيح استقبال حلو لكن ايوه مهم جدا انك تستاذن الزول أيوة. اللي انت ماشي له ده بتكون انت خططت لحياتك وخططت لزول اللي معاك ده اللي انت ماشي له وده ما خربت عليه
تفاصيل حياته. حتى لو هو طالع مشوار انا قلت له انا جاي ممكن يقول انا طالع مشوار الفلاني او امشي احصل البيت القاوة ما في. صحيح. احسن يعني الاتصال حلو. قبل يوم انا اتصل اقول أيوة. لا بكره لو ما عندي مواعيد معروفه وحتى لو عندها حاجه ممكن تعمله من بدري عشان تستقبلني انا لما اجي بتكون فاضيه لي كده يعني حاجه حلوه. صحيح. دي نقطه مهمه شديد. اما نقطه الاقتصاد والميزانيه دي نقاط صعبه شديد انه نخطط لها خاصه في ظل الاوضاع الاقتصاديه اللي بنعيشها الايام دي. لكن مهم جدا ست البيت تخطط كمان برضو تعرف اولوياتها شنو في منصرفات ومصروفات اسرتها. يعني من اول الاسبوع اذا الدور مصروف كامل هي لابد انها ميزانيتها دي توفر منها وتجيب مستلزمات بيتها بالكامل. اما اذا خشت معاها مشاوير على رئيسة دي هتخرب القصة كلها صح؟ مشوار واحد حي مشوار واحد خاصة مشوار واحد حيكون يعني خربطت الميزانية وخربطت أي شيء. صحيح. لكن أهمية ترتيب المسألة دي ماليا في البيت. والله أنا لو ما يعني مثلا ما معي قروش كافي بعتذر عادي بقول والله ما بقدر أمشي أو مثلا يعني أنا لو عندي ميزانية أسبوع لو طلعت مثلا طلعة واحدة بخربط على على ميزانية البيت باقي الأسبوع. عشان كده زمان كنا بنطلع يعني مثلا حبة وبت فلانة ما بتنمشي جيت فلانة لكن حسه يعني أقول الله يرحمه ونعزيها لما تجي لأنه شنو الميزانية وظروف صحيح ضغطة ما ممكن الميزانية دي نحن يا أخي الرئيسة من أول أسبوع مثلا يوم الجمعة استلمت ميزانية الأسرة أو يوم السبت مثلا ما ممكن يكون في ورقة وقلم وأنا أقوم أدون أولوياتي شنو أنا عايزاه مثلا القروش اللي انا عندي في يدي دي انا اضح في اول حاجه مثلا محتاجه مستلزمات المواد التموينيه في البيت والخضارات واللحمه وما شابه وبعد ذاك اشوف الفائض منها للاستهلاك اليومي زي اللبن والعيش والحاجات دي ما ممكن الحاجه تتخطى في جدول ولا صعب لا بتخطى لكن برضو في في نقص شويه تقصير بيحصل لها نقص دائما قبل نهايه الاسبوع ما مرات عدم تدبير يعني من الله يعني ما مش عدم تدبير يعني تحصل حاجات ما كنت متوقعها عشان كده بتحصل احيانا بتحصل يعني فائض نقوم نخش بس نضيف ونرتب حال البيت جميل كويس انه مرات بيحصل فائض يعني الواحده بتستفيد منها هي بيحصل لكن الحاجات العاجلة اللي ممكن تحصل دي وتستنزف لنا الميزانية دي وتهلكها لنا قبل نهاية الأسبوع دي برضو حاجات يعني لازم الناس تحطها في الحسبان دائما يعني لازم تكون في ميزانية للطوارئ حاجة كده مخطوطة من الفائض كل أسبوع بجنب للطوارئ الحاجات اللي ممكن تكون طارئة نحن بنتواصل معاكم خالة ريثة ورويدة وسميحة ومع كل مشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم من برنامج ست البيت انتظرونا عقب هذا الفاصل وحنرجع مرة تانية نتواصل مرحبا بكم من جديد كل مشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم من برنامج ست البيت نبض البيت وما زلنا بنتواصل معكم في منزل الخالة ريسة وقبل الفاصل قلنا في حاجات عاجلة ممكن تخش علينا في نص الأسبوع طارئة جدا سميحة يعني مهم نفرق بين الأولويات وبين الحاجات العاجلة دي لأنه ممكن يمرض زول في الأسرة يعني حقول ده ما ضمن أولوياتي أنا ما خدت لي ميزانية أو ممكن يحصل عزل لزول قريب أنا أقوم أحرك عربية وأمشي بعد ذاك أؤجر عربية وأمشي فأهمية أنه ميزانيات وخطة وتوقعات لأشياء ممكن تكون عاجلة أيوة. الإنسان بيحاول برضو بقدر الإمكان إنه يوفر شيء لأنه أنت ما بتعرف الأقدار اللي بيحصل شنو صح لازم تخلي لك حاجة على جنب أو كده أو تضع لها أنت حد إنه تقول دي والله للطوارئ أو لأنه كده يمكن تجيني يعني طلعة بدون أنا ما متوقعة صحيح فلازم تخلي بالك من الحاجه دي مهم جدا يكون في صندوق للطوارئ في البيت لا نحن فعلا للطوارئ ده حاجه لازم لابد المرض صحيح ايوه خاتين لك او حتى لو جارتك احتاجت لحاجه ممكن تلقاها منك انت لو هي ظروفها كانت صعبه صحيح صحيح برضه انت ما ممكن كمان تعيني لجارتك هي محتاجه او كده انت برضه تقصري منها او تخليها فنحن من عاداتنا وشيمنا لازم التراحم والتكافل صحيح وما بتقدر تقصر من الحاجة دي وهي مجاملاتنا كثيرة صحيح. لكن الإنسان بخطة المجاملة يعني الحاجة
الأولويات دائما نحن نقول هسه في الزمن ده الأولويات لأنه ضغوط الحياة بقت ذاتها كثيرة صحيح والمنصرفات ممكن يعني المصروف اليومي يمكن ما يكفي ذاته صحيح. يعني مهما أدوك بتشوفي نفسك أصلاً ما بكفي معنا ما بكفي والله ما بكفي لأنه الأسعار دائما زايدة صحيح. يعني المرأة لو ما بقت اقتصادية وما حددت هي محتاجة لشنو من أول الأسبوع أول في البيع صحيح رويدة ودائما يعني الفوضى اللي بتحصل من خلال المجاملات الكثيره والزيارات والمره اللي بتطلع مثلا يعني من بيتها كثير من غير ما تقوم بواجب زوجها واجب اولادها بتترتب عليه مشاكل كثيره جدا يعني زي شنو مثلا اول حاجه في الحاجه دي عدم استقرار الاسره بهذا السبب يعني في حاجات يعني الزوج البيت العيال دي في المقدمه في الاولويات فنحن لازم نحافظ على الحاجات دي عشان نقدر نمشي حياتنا يعني الحياة تمشي طبيعية وعيال طبيعيين وأسرة متماسكة فمرتبة يعني أنا ممكن أجامل طبعا في الحلة ممكن يعني عادي نحن ماشيين لكذا لفلان ماشيين لجارتنا حصل لها كذا لكن أنا بشوف نفسي إذا أنا فاضية ما عندي حاجة خلاص خلصت الحاجات ممكن أمشي معاهم ما فاضية أنا خلاص أنا بحتذر لهم يعني إن أنا أجيكم وقت تاني او انا هسه ما فاضيه كده فكده لازم يعني الاسره اهم شيء وخاصه مواعيد رجوع العيال من المدرسه قبل الحلقه بتقول الكلام ده انه اي شيء يجي من المدرسه الطفل يجي من المدرسه بيكون مزعوج لما ما يلقى والدته في البيت صحيح. اهم حاجه وممكن يترتب على سلوك صح يطلع الشارع في صايم في تقريب تقاعي ممكن يحصل حاجة في البيت في ناس والعنار في ناس التراحيل الناس اللي بتجي بالتراحيل حتى المشرفات ما بيرد الحركة دي يعني احد يقول لك الباب لازم تستلمي تجي طالعة تستلمي طفلك بعدين الترحيل يفوت صحيح فالحاجة دي لازم تكون الأم قاعدة في البيت وعارفة مواعيدها انت ممكن تجاملي بس في مواعيد تانية يعني تشوف المواعيد المناسبة ما مواعيد العيال ما مواعيد الزوج ما مواعيد الغداء ما وكده يعني دي حاجة أكتر حاجة بتلموا في طبعا في الغداء في الحتة دي الواحدة تكون يعني دي أولوية نحن ناخذ دي أولوية وجود المرأة ست البيت الما مرتبطة بعمل أكيد هي لازم هي تستقبل أطفالها جايين من المدرسة ديل ولازم مواعيد رجعة زوجها من مكان عمله هي تكون موجودة في البيت الزمنين دي المهمات شديد في يوم كله ست بيت أكيد. صحيح عاداتنا وتقاليدنا قلنا حالة ليس صعبة شديد يعني مقيدانا كيف نحن كنساء سودانيات نتحدى المسألة دي ونتصدى لها في ان انت اول ما حصلت حاجة الواحدة تلفح توبة او تجري وتخلي حلة ملاح مرات في البوتجاز والحلة تحرق او الطفل قاعد مثلا ما ذاكر ما راجع ما يعني حاجات كثيرة ما اهتميت بيه انا امشي عشان مجاملة حصلت عشان خايفة ما يقولوا لي انت قصرتي وما جيتي وما جاراتي جو كيف نتحدى المسألة دي نحن يعني مفروض يكون في شنو في نفسنا جو والله نحن زمان يعني انا بشوف انه حبوباتنا يعني ما قاريات وكانت منظمات وكتب ونحن يعني حسة ما زي زمان كان الناس بتعمل لكن حسة اي وحدة بقت تتحدى إن والله ما قادرة يعني لو قادرة أمشي بمشي في وقت في وقت تاني لكن في برضو بيمشوا مستعجلين وفي اللي بيتركوا أولوياتنا اللي هي في البيت وبيمشوا بعد ذاك عشان يجاملوا على حساب أسرة الواحدة وعلى حساب أطفال المجتمع ما فيه ما ممكن نحن نرسخ المسألة بتاعتي إنه يا جماعة أنا بيتي أولوية والمناسبة اللي بتحصل دي خاصة البكا يعني ما هو أكتر حاجة مكروبين على نحن البكا فنحن كيف ما ممكن نحن نرسخ المسألة دي من خلال مجتمعاتنا نحن كنساء وتجمعاتنا بأنه يا جماعة خلونا نهتم ببيوتنا قبل ما نجري لمجاملاتنا وسوالفنا وخلونا نجي في الزمن الفايض في اليوم عشان نجامل بعض انت لو رتبت الوقت حتلقي زمن فايض مش تجامل فيه ما كل المجاملات يعني الحتات مثلا المشاور بالعربية دي حاجة صعبة لكن انا هنا في الحلة مع ناس الحلة ده طبعا للناس القاعدين فيعني انت لو رتبتي من الصباح عارفة نفسك دار تعملي شنو انا عندي كده انا عندي طبيخ انا عندي كده غسيل عندي حلقة وقت عشان اجامل فيه ما في مشكلة يعني وبعدين الزول ما بيطلع اليوم كله الاسبوع كله بيكون طالع الليلة فلانة حصل لها كده انا عايز امشي لها همشي اذا بكيت مرتبة وحاجاتي كلها تمام حلقة وقت امشي فانا اقوم يعني اشوف جاراتي كلهم الوقت المناسب نطلع سوا دي حاجة حلوة يعني كده انا بكون نظمت بيتي ووقتي ولقيت اجامل جاراتي يعني دي حاجة والله طبعا في عندنا خالي عملنا
ندوة إنه شنو نفس الكلام قال قلتي واحدة عندها أنا ما تشيل توبة وأهم شيء ندوات أيوة أهم شيء إنه شنو المرأة تكون عندها يعني أولادها وزوجها وبيتها بعد كده تمشي تطلع برا وتمشي البكاء ولا تمشي وبرضه خفضنا تكاليف البكاء وخفضنا إنه الحاجات كل مرة بنعمل ندوات ندوات ومحاضرات وتنصحوا فيها النساء فعلا في ناس بيستفيدوا كتير يعني لما نيجي المحاضر وكده الواحدة بتستفيد يعني صحيح بيطبقوا الكلام لما أيوة لما تيجي تحضر حاجات زي دي بتكون إيجابيات كتيرة بتستفيدي من الحاجة دي فده حاجة يعني بخليك منظمة وأسرتك أسرة مستقرة وما في مشاكل الحمد لله حتى من خلال العمل الطويل اللي انتم بتقوموا به هنا في الحي عمل كبير جدا من مساعدة المحتاجين وده برضو بيحتاج لترتيب أولويات يعني انتوا إذا كان عندكم أسماء مثلا موجودة في القائمة عندكم عشان ما انتوا دايرين تقدموا لهم ده أكيد برضو بتخططوا لأنه المحتاج منه أول حاجة محتاجة أكثر كيف بيتم العمل في الحتة دي في التنظيم والله نحن بنشوفه يعني مثلا جونا ناس دايرين مثلا أدوية مثلا مريضة يعني الحمد لله نحن منطقة متكاتفة الحمد لله الحمد لله مربع واحد اثنين وثلاثة يعني عرس بنعرس له جميل يعني بنشوف واحدة جاتها بنشوف أولوية هي المحتاجة أكثر أم أنا يعني ما عندكم ما جايب ما كل الناس في حضر ما جايب طبعا أكيد بالترتيب وانت تشوفي على حسب الزول المحتاج حسب حاجته بعدين الناس اللي بتساعد في ناس مستويات يعني في ناس مستواه مثلا ما يقدر يقدم حاجة كثيرة لكن في نفس الوقت الحاجة انت بتقدري عليها ما في حاجة مفروضة انت بتقدري عليها وكل زول حسب مستواه فانت بتشوفي الناس المحتاجة أكثر وبتقدم الدعم ذاته يا سميحة بيختلف بحسب المواسم مثلا يعني صح. في رمضان الناس بتكون محتاجة أكثر في العيد مع بداية العام الدراسي في مواسم كثيرة الناس بتكون محتاجة فيها دعومات لحاجات كثيرة الأسر المحتاجة دي فأنتوا بتقسموها برضو في رمضان يعني على حسب حوجتك انت على حسب حوجه الناس انت مثلا تجيب الناس والله في اللي بيجيب البليله وفي اللي بيجيب بلح يعني وفي اللي بيجيب كذا والناس تطلع سواء كان في مستشفيات او في داخل البيوت يعني تشوف مين المحتاج والاسر المحتاجه وانت تساعد يعني فبتودي على حسب احتياجات الاسره وفي رمضان ده رمضان طبعا محتاج يعني صحيح. الناس تبيح مع بعض وكذا ودي عادات متأصلة من بدري اصلا التكافلية دي الناس تطلع كل واحد يشيل صينيته ويطلع بيها برا وكذا جميل لكن برضو في ناس بيكون عندها رأي في الحتة دي مثلا يا رويدة اذا كان الحاجة دي ما هو ده عمل طوعي انت بتطلعي من بيتك عشان تساعدي جار او زول محتاج ما بتأثر الحاجة دي على أولويات أسرتك مثلا يعني إحنا ما بنطلع لا لا أنا أي زول عنده حاجة بيكون في واحدة أيوة يلا عندنا ما هي طلعت من بيتها وجاد عندك انت يا ريت أيوة يلا هي طبعا أصلا المغر بتاعنا الرئيس هنا فهي الزول لما نجيها طبعا مرات لما يكون عارفة هو ذاته من يعني لكن هي طبعا ما شاء الله يعني قديمه في الحي وبتعرف الناس فالزول بيحتاج بسيطه بس كده يا جماعه حاصل كده 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 احنا بنساعد على قد الحاجه اللي بنقدر عليها لا انا قصدي انت لما تطلعي من بيتي بيكون عندك التزامات في اسرتك ولا انت بتكوني رتبتي حالك بالكامل وده زمن فاضي طبعا اليوم انا بشوف يعني. زمن الفراغ بتين بشوف الوقت اللي انا قاعده فيه ومن غير ما عندي شغل ما عندي حاجه فيه فبطلع يعني في الوقت المناسب اللي انا اشوفه مناسب جميل كويس هو العمل الطبيعي اساسا الناس متفقين عليه انه الزمن الفايض الزمن الزول يعني الانسان ما يضغط لنفسه لدرجه انه ممكن يخسر بيته او يخسر اطفاله عشان يقوم بعمل خير لناس ثانيين صحيح قال ريسة وتخطيط برضه بالنسبه للابناء في دراستهم بالنسبه لمستقبلهم العلمي والعملي برضه مهم شديد هل انت يعني من النوع اللي بيأيد الجانب ده؟ والله انا طبعا الحمد لله عندي ولد في ثالثة طب ما شاء الله وبنية في ثالث فنون تصميم وحسة على البنية الخشب ومرقة دي في أولى طب جامعة النيلين ما شاء الله والولد الثاني مهندس يعني ما بقول لهم يعني بهيئ لهم وقت قرايتهم وبكون حريصة عليهم لكن ما بتدخل في اختياراتهم
لكن بيشجعهم في انه هم يدرسوا كويس. أيوة. في انه هم مفروض الواحد يكون عنده طريق يختاره من بدري. همش الصلوات الحمد لله رب العالمين اكيد في المرتبة الاولى. أيوة. والحمد لله يعني كل زول انا يعني كل زول بأيده على انه دار يبقى طبيب اهلا, دار مهندس اهلا, البنية حسها بتقرأ فنون جميلة الحمد لله رب العالمين, كل واحدة على مزاجها طبعا ما بتدخل فيه. زي ما قلتي ترتيب الصلوات مهمة جدا ولازم. يعني حتى لو لاحظنا نحن ذات لأزمان الصلاة وأوقات الصلاة هي بترتب وقت المسلم وبتخليه هو عارف تماما هو بيعمل في شنو, عارف بعد صلاة الظهر عنده شنو, عارف بعد صلاة العصر عنده شنو. صح, وده فضل كبير من رب العالمين. نحن المسجد جنبنا الحمد لله, الصلاة يا بيقضى الصلاة الأذان كل زول عارف. اقول له يا ولد اقول سمعنا الاذان. صحيح. وطبعا يقول كده على اساس انه هم يعني انت نسيت ولا, لكن هم بيكون عارفين ومذكرين. تخطيط مهم جدا. اكيد نحن نتفق انه الناس تخطط حياتها وتخطط يومها, الناس تخطط للحياه قبل سنين, يقولوا في السنوات الجايه احنا دايرين نعمل كده, وبالورقه والقلم تكون كتابه والتخطيط لاسبوع والتخطيط على المدى القصير في اليوم من الصباح كله. ست بيت تكون عارفه واجباتها وانها عايزه هي تعمل شنو تقوم بشنو بالنسبه لاولادها. انا حقيقه شاكره لكم كثير اليوم, كلام طيب وجميل ونموذج انتم كمان لكل الاسره السودانيه اللي بتابعونا عبر حلقتنا اليوم. لكم الف تحيه, شكرا لكم على الضيافه والاستقبال الجميل. شكرا لك كثير, شكرا رويدة وشكرا سميحه, شكرا لكل المشاهدين اللي كانوا معنا في حلقتنا اليوم من برنامج ست البيت. لحد ما نلاقيكم في الحلقه الجايه في امان الله.